بلدي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن دخلوا علي كرم من بلدتنا من مدينة الدلجات العامرة من طيبة الاسم من بلد الأمن والسلام جاءوا فضيلة الشيخ خالد أحمد عبد العلي شمح كبير أئمة مساجد الدلجات وقارئها المفوه وفضيلة الشيخ عمر سلام هو شمل القراء من أسرة تعلمنا القرآن والقراءة على التوالي فضيلة الشيخ خالد شكر فضيلة الشيخ عمر سلام فضيلة الشيخ السيد الهضبي فضيلة الشيخ محمود النجار والختام لنائب نقيب القراء فضيلة الشيخ محمد بدوي نرجو من السادة القراء ألا تزيد القراءة عن 10 دقائق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته فلا تطعهما
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم.